السلام عليكم ورحمه الله اصدقائي تحيه كبيره لكم وفاه شاب سوري في غابات بلغاريا اثناء محاولته الوصول الى اوروبا توفي الشاب السوري محمد قدور والمنحدر من مدينه حلا في غابات بلغاريا اثناء محاولته العبور نحو اوروبا وكان محمد يسعى للبحث عن حياه افضل وامان في احدى الدول الاوروبيه الى ان رحلته انتهت بمأساة في غابات بلغاريا السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لكم أدانت وزارة الخارجية السورية المجزرة التي ارتكبتها الطائرة أو الطائرات الإسرائيلية عبر استهداف بناء تسكنه عائلة سورية في جنوب لبنان وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن عشر سوريين ولبنانيين وجرح آخرين أهون كاتبين وحرج آخرين وقالت أن المجزرة المرتكبة صبيحة يوم السبت انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتهديد السلم والأمن في المنطقة وجددت تضامنها السابت مع لبنان وتعاطفها مع اسر الضحايا ووقوفها الى جانب الشعب شعب